انت متخيل على الرغم من الكلام اللي انت بتقوله ده كله يا احمد، ولكن هناك البعض بيحاول ان هو حتى الان يعني حتى بعد المباراه النهائيه بيحاول البعض التشكيك فيه، يقول لك ايه ما عندوش فكره، يقول لك مثلا واحد زي مروان عطيه ده بيتقال كده فعلا ان هو ما عندوش فكره، وبيتقال على واحد زي مروان عطيه ان هو ما بيعرفش يباصي لورا. انت الاثنين دول تحديدا يعني انت اتكلمت عن كولر او بقالك مثلا 5 دقايق بتتكلم عنه، انت بتقولش مثلا انت بتتكلم ناحيه تكتيكيه، انت بتتكلم عن مروان عطيه لما جه اسم مروان عطيه قلت هيبقى استفاده. لما تيجي حاجه زي دي من واحد بحجم احمد حسن وبخبره احمد حسن اعتقد يبقى الموضوع منتهي. بص يا اسلام هقول لك على حاجه. مروان طبعا انا بالنسبه لي ويمكن اتكلمت عليه واشدت بيه من اول ما شفته، وكان بالنسبه لي مفاجاه يعني. انا قبل كده ما كنتش واخد بالي منه، بس بالنسبه لي فعلا لعيب مفاجاه. ويمكن انا في ماتش السوبر اتكلمت معاه وقلت له على بعض النقاط لازم يعملها، لو عملها هو هيبقى من اهم لعيبه نص الملعب اللي جم، يعني 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 من اللعيبه القليله، لانه عنده مميزات كتير. بس طبعا هو بيبقى فيه حته تنظيميه هو بيشتغل عليها اللي بيطلب منه المدير الفني، لما هو عنده اكتر من كده. خليني بس هقول لك على حاجه. يمكن انا قلت لك في الاول ايه، في ناس ممكن تطلع تتكلم وتنتقد وهم بقوا فاهمين دول، يعني عارف انت لو ما عملش كده هو مش هيشتغل. صح. لو ما حطش الحته الكوميديه بتاعته يبقى هو مش هيشتغل، هو مش هيطلع اساسا على الشات. انت فاهمني؟ مش كل واحد اتكلم في الكوره اسلام بيفهم في الكوره. يعني في حاجات انت عايز تبقى جدلي عشان الناس تتكلم عليك. انما في النهايه هل الناس شايفه ان انت بتستوعب منك او بتاخد منك معلومه مفيده؟ خالص خالص. يعني خليني اقول لك، مش كل واحد قعد النهارده يا اسلام قدام مايك بقى مذيع، ولا كل واحد لبس شورت وفانلة نقدر نقيمه ان هو مثلا يتكلم في الكوره بشكل كويس. انما انا بقول لك في ناس بتتكلم اللي هي مجرد خالف تعرف فقط لغير، عشان يبقى حاله جدليه، علشان بس عارف انت بقى الترند وينزل الفيديو ده والكلام ده. انما ليه ما يجي يتكلم مروان عطيه؟ انا ما اعرفش طبعا مين قال ان مروان عطيه لعيب عادي، الله اعلم. انما لو هو شايفه لعيب عادي معلش ايا كان اللي شايف ده. لا، احنا لما بنتكلم على لعيبه نص ملعب من زمان ما شفناش لعيبه بالشكل ده قبل كده. على فكره بمناسبه ان انا لما بتكلم على لعيبه نص ملعب انا لعبت في المكان ده. لا ده حقك، ده انت احسن حتى امام عاشور لما شفته، حتى امام عاشور كان بيلعب في الزمالك لما شفته في وقت من الاوقات قلت من افضل اللعيبه اللي جت في المركز ده، ولو اجتهد ولو اشتغل هيبقى برضه لعيب من اللعيبه المميزين. صحيح. فنفس الحكايه مروان عطيه، اولا لعيب ايه اللي ناقصه؟ ايه اللي انت قلته له يا احمد؟ يعني انت قلت له ايه في ماتش السوبر؟ والله لما اتكلمت معاه قلت له محتاج يبقى عندك حته التكمله الهجوميه اللي قدام. أيوة. انت رجليك كمان كويسه، استغل انك انت في وقت من الاوقات انك انت تسدد على المرمى. عارف ليه انا قلت الشوط؟ لان انا عارف ان انت يعني انت من احسن الناس اللي كانت بتجيب اجوان من الشوط، فبالتالي اول حاجه هتقولها هتروح لايه؟ انت هتشوف ان هو بيعرف يشوط كويس فهتقول له روح شوط كويس. وهو عنده هو عنده دي، وكان في وقت من الوقت بيعمل ده في الاتحاد. بس دلوقتي انت ممكن في الاهلي هو عنده التزامات معينه، وده وضع طبيعي، التزامات من المدير الفني ان هو ملتزم دلوقتي ان هو 6-0. بس ميزه مروان عطيه ان هو مش اللعيب اللي هو 6 مدافع فقط، غير لا هو عنده مميزات كويسه وعنده رؤيه لقدام كويسه، بصير كويس، كوره بتطلع من رجليه سليمه، عنده التكمله كمان يقدر يعملها. عشان كده انا قلت له في وقت من الاوقات لما يبقى جنبك، يعني في وقت من الاوقات مروان عطيه لو جنبه ألي ديانج يقدر ان هو ياخد حريه ويقدر ان هو يروح ويقدر ان هو يكمل. لان انا شايف دايما لعيب نص الملعب مش لازم يبقى يأدي الادوار الدفاعيه وبس. في واحد ممكن ربنا يكون مديله الامكانيات ان هو يأدي الادوار الدفاعيه وبس، يعني شفنا مثلا كان حسام عاشور كده، طارق حامد مثلا نفس الحكايه، هو دور الدفاعي فقط لا غير. انما مروان عنده ان هو يعمل الاثنين مع بعض، عنده ان هو يعمل الاثنين مع بعض. فعشان كده يمكن انا اتكلمت معاه في النقطه دي، وهو يمكن قال لي ان في حاجات بتبقى مطلوبه مني، وده وضع طبيعي ان في الاول لازم يبقى الحاجات اللي هي لان في حاجات المدير الفني بيبقى شايفها انه لازم يكون في التزام. وانما كان نصيحتي ليه لان انا شايف ان هو عنده اكتر من كده وهيبقى عنده اكتر من كده. والدليل على كده احنا بنكلمك ده في ماتش المنتخب شغال، مروان عطيه موجود رغم ان هو لعب مباراه من اتنين من 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 48 ساعه. صحيح. ده يؤكد ان حتى المدير الفني لمنتخب مصر بيتويا هو كمان معتمد عليه بشكل قوي. يعني لو واحد تاني كان قال لك لا ده لعيب لسه جاي من مباراه من 48 ساعه ومباراه قويه جدا جدا نهائي فهيحه، لا هو عشان ثقته فيه. يعني كمان احنا كمان هنجامل مروان عطيه، الراجل الاجنبي اللي هو جاي هيجامله لو هو عنده ثقه فيه، ولو هو متاكد ان هو لعيب عنده امكانيات كبيره جدا جدا. فزي ما قلت لك على فكره الانتقاد ده دايما
او الكوميديانات اللي هم بيطلعوا في وقت من الاوقات ده. خلي بالك الحاجات دي كلها لو اللعيبه بتبقى يعني فعلا عايزه ترد، دايما ترد في الملعب. يعني ربعي. دايما صح، انا من وجهه نظري انت لو افضل رد على اي واحد سواء بقى اعلامي او سواء خلال الملعب ضيف او صحيح. سواء مش عارف، انت ترد دايما ردك يكون في الملعب، دايما ردك يكون في الملعب. وزي ما قلت لك خلينا في وقت من الاوقات هتلاقي الطالح وهتلاقي الصالح، وهتلاقي زي ما قلت لك اني صحيح. مقالات الكوميديا اللي احنا دايما بنشوفها على اليوتيوب خلينا والكلام ده نضحك وكده يا ابو الكباتن، موجوده، ما فيش مشكلة. وده طبيعي. مع انا قلت لك لو ما فيش الكوميديانات دي مش هيشتغلوا، مش هيشتغل يعني صح. الناس دي مش بتطلع ولا تشتغل.